بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم في مدينة الشرق الإعلام شمس افتتحنا النسخة الثانية من مهرجان شمس للإبداع. السنة الماضية كان له إقبال طيب الحمد لله، وسنة كذلك هذه يعني اخترنا الأجواء يعني أو الوقت المناسب بحيث أن يكون إقبال على المشاريع الصغيرة والناشئة التي مشاركة معنا في هذا المهرجان من الجمهور، بحيث أن يلتقون مع يعني زباينهم، يحصلون على أسواق أكبر. احنا في مدينة شرق الإعلام هدفنا دعم المشاريع الصغيرة والناشئة، خلق فرصة لهذه المشاريع للنجاح وللمضي للأمام. الحمد لله المشاركات تجاوزت 50 عارض، ونتمنى كذلك خلال 3 أيام لهذا المعرض أن يعني تتواجد العوائل. ليش؟ لأن احنا موفرين كذلك يعني أماكن للألعاب بالنسبة للأطفال، مطاعم ومقاهي، فالهدف يعني خلق مكان ومزار زيارة لمكان مثل هذا لمدة 2-3 ساعات مفعمة يعني طبعا بأجواء الفرح والمشاركات للأطفال. فشكرا لكم على تواجدكم معنا اليوم، وإن شاء الله كذلك يعني من خلال منصتكم نصل إلى الجمهور يعني يزورنا هنا في مدينة الشرق الإعلام، وإن شاء الله تنجح كل الأفكار اللي متواجدة من خلال هؤلاء العارضين.